السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم من مكان جديد في مطروح، من أفضل ومن أجمل الأماكن برضو في مطروح. طبعا مطروح كلها جميلة، محدش يستغرب كل مكان أقول أفضل وأجمل، لأن مطروح بالنسبة لي مطروح هي العشق. مطروح يعني من أجمل المدن الساحلية اللي ممكن تشوفها في مصر. تعالوا نشوف المكان طبعا، ويا ريت لو تقولوا لنا لو تعرفوا المكان ده فين. ها احنا طبعا المكان ده ممكن يعني يكون فيه ناس كتيره ما تعرفوش في مطروح. تعالوا نوريكم الدنيا فيها ايه. هنا ما يسمى بلغه اهل الوادي ان المكان ده اسمه بحر فرعون. هنخش عليه دلوقتي وهنشوف الدنيا فيها ايه، خليكم معانا. طبعا احنا دخلنا من قريه الاطباء قبل عجيبه على طول. طبعا المكان اهو هناك اهو، حاجه كده ايه، روعه وحكايه. تعالوا نشوف مع بعضينا جمال المكان ايه. طبعا هنا في مفاجاه جميله قوي ممكن تسعدكم. للمكان ده هيبقى فيه كافيتيريا جميله، مش هنقول بتاعت مين، بس هيبقى الفيو بتاعها روعه قوي قوي قوي. ليه مش هنقول بتاعت مين؟ لان هو لسه ما اعلنش عنها يعني، فاكيد المكان ده هيعجبكم ان شاء الله، خصوصا لو اتعمل فيه كافيتيريا جميله. الفيو البحر زي ما انتم شايفين كده حاجه روعه روعه روعه. تعالوا خليكم معانا نشوف الفيديو كامل ونشوف الدنيا هنا عامله ايه. طبعا النهارده البحر عالي شويه، طبعا النهارده ده اللي هو رابع يوم العيد. تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا في ناس هناك اهي بتصطاد. بصوا يا جماعه المكان وجماله، بص الجمال. هنا منظر الصخور ده عجيب، لونه لون عجيب يعني كده، يعني ما بنشوفوش من مكان تاني في مطروح، اللي هو الصخر اللي هو لونه رمادي ده. تعالوا نتفرج على الجمال. وطبعا اللي قدام دون اخويا ابو حنين، صور فيديو لقناته مطروح جنة وروح على اليوتيوب، برضو قناة روعة بتقدم كل حاجة في مطروح ما شاء الله عليه. بص المكان وجماله. طبعا في هنا ناس بتصطاد اهي فوق في المكان. ابو حنين اخويا الغالي، احلى كواليس لفيديوهاتك الجميله حبيبي. طبعا ابو حنين ده اللي معلمنا التصوير اساسا، والله حبيبي واخويا ما شاء الله. بصوا الجمال يا جماعه. طبعا التبه العاليه دي، منظر البحر منها حكايه، رؤيه البحر من المكان دون روعه. يعني اي كافيتيريا تتعمل في المكان ده تبقى اختيار جميل وموفق ان شاء الله. ليه الرؤيه هنا؟ بص التبه عاليه، هنطلعها دلوقتي اهو. بصوا يا جماعة التبة عالية، بصوا ما شاء الله ازاي هنا، بس القعدة الجمال طبعا حكاية. بصوا تجويف الصخر هنا عامل ازاي. تعالوا نطلع من فوق ونوريكم الجمال ده على الطبيعة عامل ازاي. خليكم معايا نطلع هنا الطلعة دي، هنشقى فيها شوية بس هنشوف حاجة عظمة يعني. هنطلع جري. طبعا يا جماعه الجيم اللي هو المانع الاهتزاز ده ما شاء الله ما شاء الله، يعني الطلعه دي لو انا كنت طالعها بالتليفون كده وبصور كان زماني الكاميرا في حته تانية خالص ما شاء الله. بصوا الجمال المكان ما شاء الله ما شاء الله، روعه المكان. البحر العالي جميل ما شاء الله.
السلام عليكم. اهلا وسهلا بالغالي، ما شاء الله. بس الجمال والروعة، بس منظر البحر عجيبة العشق. الله الله على الجمال، الله الله على الجمال. تعالوا نكمل اوريكم هنا حتة جميلة قوي. طبعا ده ما يسمى ببحر فرعون، بحر فرعون ما شاء الله. السلام عليكم. بصوا يا جماعة ما شاء الله المكان عامل ازاي. بصوا الجمال ما شاء الله، حاجة كده ايه، حكاية. روعة روعة روعة، المية كريستال طبعا، مش محتاج الواحد يقول عنها حاجة. بصوا الجمال المكان. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش باللايك والشير، وتدعوا أصدقائكم للقناة وفعلوا زر الجرس، وتقول لنا إيه رأيكم في التعليقات عن المكان دون. ولو عايزين نروح أي مكان قولوا لنا في التعليقات عليه، وإحنا نروح نصوره لكم ونقدم لكم منه محتوى جميل. أتمنى تكون فيديوهاتنا بتسعدكم لما تشوفوها. مش عارف بقى صوت الهوا ده باين ولا لا، المايك هل هو مش جايب الهوا ولا لا، يا ريت برضه تقولوا لنا في التعليقات. ما شاء الله. طبعا في هناك زوار اهو في عجيبة هناك، لو قربنا مش عارف يظهروا ولا لا. اه في ناس هناك اهي في عجيبة، ما شاء الله زوم ممتاز جايبه. دي عجيبة يا جماعة، طبعا احلى قعدة هنا واحلى صيد ممكن ان انتوا تشوفوه اهو. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله حاجة ايه، روعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واسعدكم، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير، وتدعوا اصدقائكم للقناه وفعلوا زر الجرس، علشان نقدر نقدم لكم كل جديد ومميز عن محافظه مطروح او اي مكان تاني تقدروا تقولوا لنا عليه. او نشوفكم في فيديو جديد من مكان جديد في مطروح او مش في مطروح. مع السلامه.